وندير واحد المقطع. سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار كنتلقاكم بشعكاكتي عاوتاني، نفس الشعكاك. كنت ديجا قلت لكم بانه ما غاديش نبقى نقطع شعري فاش نبغي نحتاج شي تغيير. شاك فوا كنبغي ندير شي حاجه هكا ديفيرونط، اولا كنبغي بحال كنبغي نتهلا في راسي، كنوض كنقرش شعري. هاد المره هادي ما غنديرش نفس الحاجه، هاد المره غنتهلا في شعيرنا، والوبجيكتيف ديالي هو نطول شعري. هاد الايام اللي جايين ها نتوما شاهدين ما غاديش نقطع شعري. علاش؟ حيت تو سامبلومون صافي حيت شهوتي من هاد الطول هذا. مهم، هادي شي 3 سنين كنت درت هاد لاكوب هادي، ومده وانا كنعاود نقطعو كنعاود نقطعو، كيبقى ديما في نفس لا لونغور. دابا قطعتو قصر، قطعتو غير هكا. فوقاش كنت قطعتو؟ كنت قطعت شعري اخر مره في لو 7 فيفري، وهذا النهار 7 جوان، يعني دازت ربع شهور بيل بوال على اخر مره قطعت شعري وقطعتو هكا. مهم، دابا راه زعما ما مصاوبش، داكشي علاش كيبان قصر، ولكن كوميم راه طوال شي شويه على هكذا. المهم كيوصل لهنا، الوغ كو كنت قطعتو هنا. ان غون ديفيرونس، راه طوال كوميم. الحمد لله دابا شعري زعما كيطول مزيان. كنت باغي ندير واحد الحاجه، كنت باغي نقطع غير لا فرونج هكذا مثلا، ولا هكذا، ونخلي زعما الطبقي ديال الشعر طويل، غير هذه اللي نقطعها. شوفوا كيفاش جاني، مازال بالي كيدي ويجي مع هاد القضيه، ولكن تفكرت كو انا ديما هذا هو لو سيركل فيسيو اللي غادي فيه. كنقاد شعري تقدا وحده، حيت دابا علاش مشيت درت هاد لاكوب هادي؟ راه قديتو في تقدا وحده، راه لا فرونج هادي كانت عندي هنا قطعت حدها صافي، يعني ما فايتش الفك ديالي حد هنا. دابا طوال شي شويه ما غاديش نرجع هذا، ما غاديش نرجع نقطع لا فرونج باش من بعد نبغي نقادها عاوتاني مع الشعر ولا شي حاجه. لا صافي، غير خليه بحال هكا، ما نقص فيه ما والو. على عكس ذلك غنتهلاو فيه وغندير له شي حوايج اللي يخليوه يطوال. مهم، هاد لا فيديو هادي غندير فيها شي حوايج لشعري وشي حوايج لوجهي. غندير واحد الحاجه اللي ديما كنبغي نديرها، اللي هي الحنه. كنبغي نديرها ولكن ما كنلقاش لهاش الوقت. دابا النهار نخصو الوقت، نهار الجمعه وجلسه في الدار وما عندي ما يدار، دونك كوا دو ميو على انني نوض نتهلا في راسي نتهلا في شعري. وغندير واحد الماسك شحال هادي وانا كنشوفو، غنبارطاجي معاكم على ما كيقولوا لي ريزولطا ديالو واعرين، حنا غنشوفو. المهم خليكم معايا نوجد الحنه ديالي ونوريكم كيفاش غندير نوجدها ونكملوا لا فيديو. الو، ها انتما الخلطه ديالي غنديرها في هاد الزليفه هادي. غندير اول حاجه اللزاز، كيعجبني اللزاز في هاد الخلاطات اللي مع الحنه ولا مع السدر، حيتاش كيرجعهم فريمون عندهم واحد لا تيكستور زوينه. عندي الحنه كيف ما كتشوفوا كنستعمل هاد الحنه نوتر ديال لوتوس بيو. زعما اليسونسي ما ديرش اللون، ولكن راه كدير ليجيرمون واحد شويه ديال اللون، ما دارش. انا بيرسونيلمون ما عنديش مشكل، ولكن الناس اللي صابغين مثلا شعرهم في البلون ولا عندهم هكا شي الوان مفتوحه ما غاديش تصلح لهم، حيتاش غطاشي لهم اللون. وعندي هاد الرايس كوكونوت ميلك، حليب ديال الروز بالكوكو. دونك فوالا، هادشي اللي كاين. هذا سيتان لي فيجيتال، كيعجبني ندير انا اصلا الحليب ديال الكوكو، كيعجبني مع الخلطات هكا ديال الشعر. كنت كنديرو شحال هادي مع الغاسول فاش كنبغي نزول اللون من شعري. المهم الا كان شي حدا انتريسي باغي يزول شي لون ديال شي حنه قديمه ولا شي حاجه مشعره، ندير لكم واحد لا فيديو نوريكم كيفاش كندير. بون، غادي نخلط هادشي هنايا ونوريكم الريزولط. ها انتم راني درت جوج معالق كبار ديال الزاز ومعلقه كبيره ديال الحنه، ودابا نخلطهم بهاد الحليب ديال الكوكو. ها انتم فاش كتجيو تخلطوا شي حاجه فيها الحنه ولا فيها العشوب بحال هكا، خلطوها بشي حاجه ديال الخشب. انا هذا عندي، عرفتوا داك اللعيبه باش كنهزوا العسل، انا ما كنستعملهاش العسل، كنديرها مخليها غير هاد
الخلاطات هادو اللي كندير في شعري. جبت معايا المشطة باش نمشط شعري. المكبطات باش نمشط شعري. دير هاد التيشيرت هذا اللي صافي زعما واخا يتوسخ زعما ماشي مشكل. و كنبريفيري نقسم شعري على ثلاثة من الاول باش ما يعذبنيش. صافي مقري كنطلق واحد لاميش كندير فيها الحنة وصافي ونرجع نجمعها نيو لوك. دابا مالوغوزمون معنديش لي كون كيخصني نابليكي هادشي بيدي. غنابليكيها غير بيدي و اوغوزمون لي هادي حنة نوتخ مكتلونش. كنتسنى داك الماسك اللي قلت لكم يوجد. انا نقول لكم شنو درت فيه وغنخلي هذا الشيء يدير المفعول في راسي ونرجع نهضر معكم. عدنا والتيشيرت ديالي توسخ ودرت هذا العيب هادي على ود الحنه اللي درت في راسي. الوغ ها هو الماسك ديالي. دير بحال مايونيز التكستور ديالو. شوف كي داير مزال سخون شويه. قلت الروز كيتسلق على ما ابليكيت الحنه وداك الشيء. منين تسلق الروز زدت فيه شويه ديال زيت الخروع وميكسيتو بالبغا ميكسر كيف ما وريتكم. ودابا غنابليكيه لوجهي. ما عنديش ديك اللعيبه باش كي ابليكاو الماسك. غنابليكيه غير بيدي. هاد الماسك هذا قال لك واحد الماسك في شكل كيوحد لون البشره وكيحيد ليطاش وجو نسي با كوا. خاصنا زعما نداومو عليه. هذا هو سر جمال الكوريات. ما ابارمون كيعطي نتيجه من اول مره من اول استعمال. دونك حنا غنطلعو منو حيت حنا هاد النتيجه عندنا بها الغرض. انا زيت الخروع على بروميير فوا الصراحه وقيلا بروميير فوا اللي غنديرها لوجهي. مي البنات في تيك توك كانوا كيقولوا لي زيت الخروع زوينه للوجه وداك الشيء. حنا غادي نديروه ونشوف. صافي سي بون. هذا الماسك هذا نخليه في وجهي على ما ينشف وصافي نغسلو. باقي لي منو جو بونس نقدر نخليه في الثلاجه شي يومين نعاود به نهار اثنين باغ اكزومبل نعاود به. وي جو بونس نقدر نخليه في الثلاجه صافي. ومن بعد خاصني نمشي نغسل كل شيء. شوفوا سناني كيبانوا صفر مع هذا الروز بيض. خليت هذا الماسك ديال الحنه والزاز وداك الشيء في شعري نص ساعه. دابا درت هذا الماسك هذا غيبقى واحد 20 مينوت حتى هو صافي. على ما ندخل ندوش وداك الشيء غيكون هذا الماسك بقى لي ساعه في راسي ونوريكم الريزلت من بعد. الله ضربت صغير واحد التحميمه ديال الغدايد برد جنوني في الحكان. بعدا بغيت نبارطاجي معكم الريزلت ديال داك الماسك. شوفوا على الجلو عطاني كيحمق. درت هاد الفوطه هادي ملي بقى شي ريزيدو هكا ديال داك الحنه وداكشي اللي درت تمشي طبع لي الاخر. اذا غطيت وجهي بهذا اذا غطيت لو كور ديالي بهذا. هاد شونتيير رويال احسن حاجه اللي ضغطات. فاش كنضغطي بها كنرش هاد السبراي هذا ديال اودورا كولكشن. راه بارطاجيته معكم في الفيديو ديال العطور. كنديرو نيشان على لو كور حيت ما فيهش الكول وفيه لا فيتامين او كيضغطي. كندير هذا
سيروم ديال الشفار والحجبان، الحجبان الناعسين ماشي هما الحجبان واقفين، الجهة الأخرى ديالو ماشي قربت نسى عليه ولكن هو في النياط، الجهة الأخرى ديالو فيها البلاصة ديال الشفار، عرفتو شعري أنا كنغسلو وهو كيهبط بحال درت له شي بحال دايره له الدمالور، ما حتاجيتش نهائيا ندير له الدمالور ولا شي حاجه، كان ديجا هابط ومسرح ما محتاجش. شوفوا انا بغيت ندير هاد ليني ساتينز، هادي اصلا فيها غير مواد طبيعيه وداك الشيء، زعما ما نحتاجش نغسلها ولا شي حاجه قبل ما نقص بيان سور، مور هاد التحميمه هادي ما رجعوش نديرو ميك اب في وجهنا وحنا المسام ديالنا عاد كيتنفسوا. ويلي 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 كنطلي الدنيا بهادي، كنطلي بها الدنيا، صايب صافي، سمحي لنا سمحي لنا، على 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 ما عرفتش شنو نقول لكم، المهم على حموريه ايبر ناتوريل كتخليها في الوجه، ها حنا كيوت. اللي ما عندهاش هادو اللي كيكونوا تنت طبيعي خدي غير داك الطويجن كيدير لو ميم ريزولطا تقريبا، الكلو اللي في البشره خطير. عرفتي هاد الماسك هذا تبقاي كديريه غير من اليومين من هنا للعيد رجع وجهك كيضوي، ندير له هذا كنبشط بهادي كتبرد لي الفقصه، ثم نفحصني غير نمشي نشف شعري. شوفوا صراحة بلا مكياج بلا حتى شي حاجة فاش كتكونوا دايرين شي ماسك زوين في وجهكم مقادين شي حاجة في شعركم، شعركم كيلمع وداك الشيء، ما كتبقاو تحتاجوا حتى شي حاجة أخرى، عطير زويون بحال أنا قلت لكم هذا ريحته خفيفة بحال ريحة ديال لامبيراتريس اللي عندها زعما مع لامبيراتريس، اصلا ما كنظنش شي وحده ما عندهاش مع لامبيراتريس، ولكن اللي كتعجبها لامبيراتريس راه تحمقها هادي وما غالياش، كدير ب 50 درهم عند مونلايت، عند مونلايت عند اودورا كولكشن سميتها مونلايت، كتحمق كتحمق، عرفتو انا ما نكرهش بقى كنشم حياتي كامله ما كتطلعش في الراس. غادي ندير واحد شويه من هادي، هادي كنت خديتها غير من المدينه، فيها المهم هو قال لي فيها الريحه ديال اميرات العرب وبغيت ناخذها زعما باش نجربها، الا عجبتني ناخذ اميرات العرب. ساعه فاش مشيت باش ناخذ عجبتني هذه، فاش مشيت باش ناخذ اميرات العرب لقيت هذه احسن منها، الريحه ديالها احسن منها، الوغ هذه كتشد فريمون مزيان كتحمق ريحتها، وشاريها من المدينه ب 15 درهم هاد اللعيبه هذه، وشحال هذه بيا عندي من ماشي شهر 12 ولا شهر 11 وهي عندي، ودابا راه حنا في شهر 6، شوفوا شحال درنا، شويه هنا شويه هنا وشويه في يدي، وكتبقى الريحه خطيره. هاد الريحات الخفيفين هادو كيعجبني نديرهم وانا مدوشه لابسه بيجامتي، عارفه راسي غنجلس غير في الدار غنمشي نعس وصافي. اخر حاجه غنديرها هي هذا، على داك الاحمر كيعطي واحد الريزولطا زوينه، كندير هذا ديال باليو كيحمق فريمون كيحمقني، هذا ديال باليو، الاخر ديال لابيلو عندي غير الاحمر ديالو كنديرو كيعطيني تقريبا نفس هذا اللون هذا اللي عندي دابا بالتانت وداك الشيء، لابيلو كيعطيني هكاك بوحدو، الا كنت خارجه كندير لابيلو، ما باغاش ندير ميك اب ولا شي حاجه، ولا مكنتش خارجه كندير غير هذا في الليل ديال باليو كيدير لي لافير، كيهيدغاتي فريمون مزيان بزاف بزاف بزاف، كيعجبني. شوفوا لي هاد الفوليوم فين شفتو، حيت داك الماسك اللي درت راه فيه حليب ديال الكوكو كيهيدغاتي، فيه الحنه معروفه بانها كتسرح الشعر، ما كتخليش مثلا فيه داك التليويات ولا شي حاجه، انا مولفه ما كيعجبنيش نخلي شعري هكاك زعما في الهواء ينشف، حيتاش
كيعجبني شعر سوا بوكلي سوا هكا ليس، ما كيعجبنيش يكون نص نص. الحنه فريمون كتسرح لك شعرك، الا كان شعرك فيه غير شويه ديال الويفز صافي كتسرحو. انا غير شفت شعري ما حتاجيت لنصوبو ولا نديرلو حتى شي حاجه. شوفوا على فوليوم، شوفوا على بريونس، روتين غير من الدار كترجعي بحدا اخرى. ماشي ضروري تكوني خارجه باش ديري جلو اب، حتى الجلو اب ديال الدار سا اكزيست. بغيت نهضر لكم على واحد القضيه درتها عاد دابا قبل ما تنشف شعري، حتى عرفت راسي غنطلق السيشوار غيكون الصهد غنعرق. شوفوا شنو درت، هذا عرفتوا الديودورون هذا خطير، تقولوا لي ديال الرجال، ولكن الا كان عندك مشكل ديال التعرق الزائد اولا كنتي كتعرقي بزاف، كل واحد وكيفاش داير. انا بيرسونيلمون في الصيف ما يمكنش كنعرق بزاف بزاف بزاف، خاصني كل دقيقه داخل نبقى داخله خارجه للدوش. مهم هاد الجيلات هذا الا كان عندك المشكل ديال التعرق غير نساي عليا داك الديودورون ديال البنات، معروف بان الديودورون ديال الدراري كيبروتيجي بحسن و فرانشمون بان لي واعر. رجعش نخدم هذاك ديال البنات دغنيغمون، كنت كنخدم واحد ديال نيفيا كان واعر في البرد وداكشي، ولكن في الصيف كيخلي واحد الريحه في شكل كدوشي دابا كديريه كتخرجي على الباب كتبدا تدوري شي شويه ولا شي حاجه صافي كيخلي بحال واحد الريحه، واخا ما تشمش ولا شي حاجه منتينا فاش كتجي تشمي حوايجك كتلقى هاد الريحه لا علاقه في شكل الريحه ديال داك الديودورون ولا في شي شكل. الا كنتي بحالي خدمي هذا غيجي معك هو هذاك يهنيك من هاد المشكل هذا. هادشي اللي كاين. انا صراحه عجبني هاد الجلو اب المنزلي، درتو في الدار وغنبقى في الدار ما عندي فين نخرج، الا خرجت غنخرج غير نتمشى شي شويه في الليل باش ما بقاش نهار كله جالسه في الدار صافي. قولوا لي رايكم في لي كومونتير، كي جاكم هاد الجلو اب الخفيف؟ وفرانشمون نوضو تنسوا ما ديروا نفس الحاجه، وهاد لا روتين هادي غير بقاو كديروها على ما يجي العيد ان شاء الله غتلقاي بشرتك كدير هكا وشعرك كيدير هكا، حيتاش فريمون شوفوا شوفوا انا الصراحه منبهر مش عادي. الحنه ديما ما كتخيبنيش، كدير لي دي ريزولطا زوينين في شعري. مي هاد الوصفه الكوريه هادي راه صدقات معجزه، صدقات في شكل. شوفوا على جلو وعلى ما عرفتش شنو نقول عليها، ولكن وجهي كيبان بحال لابو ديال لي بيبي ما فيه حتى غلطه. ايوا هذا ما كان، شكرا بزاف الا كنتو تبعتوا لا فيديو حتى لهنا. تابوناو باش ما تبقى تفوتكم حتى حاجه، خلي لي كومونتير زوين ولايك الا عجبتكم الفيديو، وتهلاو فراسكم.